عمرو أيمن مصطفى، محافظة الغربية. الخريف الأخير، الآن تهوي وردة أخرى وتنذر باستياء ليلنا في الهجر لا يمضي، وهذا النسف لن يمضي، وأن ربيعنا المفقود منذ رحلتي تاه مشردا في البيت يبحث عن بقايا وردة ما زال يسكنها قليل من عطور يديك أو تنساب منها دمعة تلك التي مرت على شفتي إلى الشريان نحو القلب ما قبلتني فاخترت الأيام تمسح ما استقر من التراب على ارتعاشاتي إذا لم تأتي في الميعاد أو مرت دقائق دونما أهواك بين رسائل وأسائل الأقدار دون نهاية لتساؤلي لو أنما كل احتمالات البقاء تقر أن فراقنا لا ريب حتمي وأن لقاءنا رغم اتساع حديقة العشاق ممنوع وتلك الرحلة المجنونة الحمقى حرام أن تؤول إلى رمال بحيرة في البال شكلها صغير في فراش النوم بين ذراعنا واستل أجدافا ونام وتخوننا الدنيا فلا ألقاك أو ألقي السلام يطولنا غضب إلهي ويعصف بالمدينة عندما أقتص من يومي قليلا كي أرتب سلة فيها من التفاح ما يكفي كلينا دون أن تتأفف الأشجار أو يصحو الحمام لو ثار هذا المستحيل أصابه حنق من الشعراء قرر أن يعري نفسه ويحل فور تخيلي لعناقه يلقي على الآمال من وجع الكلام تخيلي كنا طوال الوقت في أكواننا الأخرى على أقدارنا محض انتقام لما ترى كان المساء مهيئاً للنظرة الأولى لقلبي عندما ثار الهواء برقصة في شعرك المنساب فانهار الزمان على مدى كتفيك وابتهج الجوار لما ترى دون انتباهي بقية الصبيان تدهشني يداك على فراء القطة الحبلى تنشطها بحب سوف تفهمه وتمنح عظمها لبنا شهيا في مساءات الصغار لما ترى قلبي الوحيد لديه شفرات بلا شك لترجمة الحوار ترددين هنا صباح الخير أسمعها أحبك كيف أنت اليوم عصفور أتاني أن شربت البن طول الليل قلما لو ستأذن لي قصيدتك الأخيرة لم تصل بالأمس لم أفهم دروس النحو حدثها وسوف أريك أنك قابل للمحو هذا الورد جننني هويت هويت سوف أريد بستانا جوار البيت لو جربت فستانين هل ميعادنا سيفوت لو أفلتني سأجف ثم أخف ثم أموت وحدي في خريف العمر أبحث عن إجابات تربط هذه الذكرى على قلبي وتهوي وردة أخرى فألقفها أحدثها أفتش عن بقايا عطرها عن بسمة عن دمعة وأعود مغتالا ومنطفئ الصباح بلا جواب.